تمكنت فرقة مكافحة التجارة غير الشرعية بالمخدرات من حز 1260 قرص مهلوس من نوع ليريكا ومبلغ مالي من عائدة الترويج كانت بحوزة الموقوف الأول، في حين تمكنت عناصر الفرقة الجنائية من حز مجموعة من الأسلحة البيضاء من الصف السادس كانت بحوزة المضبوط الثاني المتمثلة في سيفين من الحجم الكبير وبوشيتين من الحجم الكبير وساطور إضافة إلى درع واقي وقارورات عبارة عن مخدر مهلوس.